أول شيء بالنسبة لإلغاء الهيدروليك حق الباترول أو أي سيارة، إذا كان الهيدروليك عندك سليم ما هو بخربان وأنت استعمالك شوارع ما تبرعي بر، فلا تلغي الهيدروليك خله. أما إذا كان الهيدروليك خربان عندك أو استعمالك صحراء فلازم تلغيه، ما ينفع. فإلغاء الهيدروليك هذا الكلام خاص للباترول. إلغاء الهيدروليك في ناس تركب توازن، لأن الوكالة مثل الباترول ذات 300 يجيبوا توازن قدام وراء، الهيدروليك ما في توازن، فإذا ألغيت الهيدروليك لازم تركب توازن. في ناس ما تركب بس إنه ما يكون ثابت زين، يعني بالبر وبالمطبات يعني باللفات على السرعة بالشوارع ما يكون ممتاز. فالأفضل إنك تركب توازن، في ناس ما ركبوا لكن الأفضل إنك تركب. التوازن الأمام ترهيم طبعا تركب له، لازم تركيب التوازن أمام يحتاج ترهيم، لازم يحط له قواعد يلحم له علشان نقدر نركبه. الخلف لا يركب بدون ترهيم. فشغلانة بالنسبة للتوازن يعني مو بسهل، ولازم بعد ما نلغي مساعدات الهيدروليك لازم نركب لك مساعدات ويايات قدام وورا، لازم، لأن حق الوكالة ضعيف ضغطه، هذا حق الوكالة ضغطه ضعيف، نركب له هذا يضغطه قوي. طبعا هذه مساعدات الهيدروليك لو تلاحظون، هذه لياته وحوسته، كل هذا يلغى يصير نظامه عادي. تقدر تركب اي مساعد، تبي عادي تبي قوي تبي متوسط، لك خيارات كثيرة، ولا خرب تغير مساعد لحاله، ما يشغلك مثل حق الهيدروليك سعره غالي وتصليحه صعب، يكون نفسه نفس 300 هذا بالنسبة لمساعدات ويايات. تركب له اللي تبي، رفيع وسط، الياي تقدر تركب مقاس كبير مقاس وسط اللي تبي على حسب حاجك واستعمالك. هذا التوازن جابه من التشليح، احنا الان نفصل له قواعد عشان تركب عليه، اذا يصير نفس 300 نفس نظامه يعني. الخلفي يركب له التوازن على طول بدون ترهيم وخلاص، يصير الموتر الان جاهز ومضبوط. المقص في اختلاف، في قاعدة هنا يركب عليها التوازن، السفلي المقص السفلي في اختلاف بين الهيدروليك والعادي. ركبنا له النوع هذا، هذا متوسط، مو من القويات ولا من العاديات، متوسط. كذلك الكرسي اللي فوق في اختلاف بين حق الهيدروليك والعادي، احنا عدلنا عليه ويجي ان شاء الله.